مطار الملك عبد العزيز الدولي من مدينة جدة. حجز التوقيت المحلي يشير الساعة 9:55 مساء ودرجة الحرارة 35 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وراحتكم الرجاء منكم إبقاء في المقاعد الفائزة مثل المقاعد المربوطة حتى تكون الطائرة تماما وتبقى إشارة حساب المقعد. يمكنكم إعادة تشغيل الهاتف النقالة وجزء من الذي يخصكم. قبل قوات الطاجة تأكد من أخذ جميع أمتعكم الشخصية مع الاتباع الثبات من الغزين العلوية لاحتمال تحرك الأمتعة من الآن بحثا. للحجز وتقديم الاقتراحات نرجو منكم زيارة موقعنا في لاينات.com. كما يمكنكم الآن تحميل تطبيق طيران الناس للغاية الذكية من خلال الأب ستور والبلاي ستور. بالنيابة عن طيران الناس وجميع أفراد الطاقم نتمنى لكم طيب الإقامة في مدينة جدة أو حيثما كانت وجدتكم. كما نتمنى الترحيب بكم قريبا على أحد رحلاتنا ونشكر لاختياركم طيران الناس ورحمتكم السلام. Welcome to King Abdullah Aziz International Airport. At the city where the local time is 5 minutes to 10, but the temperature is 33 degrees Celsius. For your safety and comfort, can be limited to your seatbelt fastener to the ground. The complete stop with the fastened seatbelt sign is turned off. It's now safe to switch on the device once and press the red turning device. Before leaving the aircraft, please ensure you have all your personal belongings with you. Take care when opening the plane compartments, as baggage may be shifted during the flight. For booking questions, Thank you.
ناس بس أنا.